بونسوار، اهلا وسهلا فيكم، معكم الشيف انطوان من تلفزيون لبنان. اليوم مدام رح علمك كيف تعملي الكبه راس مت، واذا حبيتي يكون في دوستير على طاولتك فالشيف انطوان بينصحك بالدوناتس او شوكولا. اذا نحن وعم نحضر الكبه فينا ندوب الشوكولا بالبان ماري. هلا رح اعطيكي المقادير للكبه راس مت. انت بحاجه ل شحمه وقية لحمه، كوب برغل، وقية ثوم مهروسي ومسفاية بالمسفاية، دبس الرمان، ورشة بهار وسنومر. هلا نوصل على طريقة التحضير. الطريقة هي التالي: بتجيبي اللحمة من الفريزر وبتحطيها بالماجي ميكس او المالينكس، يعني يلي ما بيعرفوا فرنسي يعني الخلاط. اذا منفرم اللحمة بالماجي ميكس، ومن بعد فرمة منضف لها المقادير من برغل وبهار ودبس الرمان والثوم المهروس. هلا بعد ما نحضر هالخليط هيدا منقرصن كرات، ومنوصل لوقت بدنا نشويهم. لازم بهالوقت هيدا تحمي فرنك على درجة حرارة 350 درجة سنتيزيمتر. إذا هلا بينقص كيف بدنا هالكرات الكبة نمدن ليصيروا راس ممدودة. إذا مدام ما كان عندك بمطبخك مدقة بفتيك أو مطرقة، فالشيف أنطوان رح بيوفر عليك ويعلمك طريقة كتير براتيك، وهي بتجيبي هالكرة هيدي وبتحطيها تحت الباط وبتطلع كبة ممدودة مت. بيكون كمان الدوستير الدوناتس او شوكولا صار جاهز. وهلا بناخد اتصال من مدام كريستين رفريفي الى زمان ناطرة على الخط. الو؟ الو شيف؟ ايه مدام، اذا بتريدي وطي صوت التلفزيون عم يعمل برازيت. الو شيف؟ ايه نعم. لو هيك تعمل الكبة قرفتنا. ايه مدام، اشكري ربك ما علمتك كيف بيقدحوا الدونتس. وصحتين.